مشاهدينا، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا في استوديو مركز الأخبار سعادة النائب عبد الرزاق حطاب عضو مجلس النواب. أهلا بك سعادة النائب في نشرة الثالثة وتحديدا في مركز الأخبار. شكرا، جزاكم الله خير. شكرا على إتاحة الفرصة لبيان بعض الأمور المتعلقة بقانون البيئة إن شاء الله. نعم. وإن شاء الله من خلال المقابلة إن شاء الله بنتكلم عن النقاط. نعم. كما ذكرت سعادة النائب، قانون البيئة لابد أن يعني من القوانين التي يعني لها أهمية كبرى، فلابد أن يتم تسليط الضوء أكثر على أهمية هذا القانون. فما أهمية قانون البيئة؟ قبل ما نتكلم عن أهمية القانون نفسه، نتكلم بس عن القانون بشكل عام. نعم. قانون البيئة ابتدينا في لجنة المرافق العامة والبيئة، هي اللجنة المعنية الخاصة في دراسة القانون في تقريبا في 2019، وهناك كان القانون يشتمل على 18 باب، و 18 باب تشمل 125 مادة، وكل يعني مادة تختص ب أي نقطة من نقاط القانون. نعم. أهمية القانون هو حماية البيئة من جميع النواحي. البيئة إذا نتكلم عنها، نتكلم عن البيئة البحرية، نتكلم عن البيئة البرية، نتكلم عن البيئة الجوية. فهي القانون هذه وضع المواد هذه، وأيضا تفسير بعض المواد وإيضاح المواد هذه على أساس أن يكون هناك تطبيق لهذه القوانين لحماية البيئة بشكل عام. صحيح. نعم. سعادة النائب، جرت تعديلات أو طرأت تعديلات على قانون البيئة، فما هي أهم هذه التعديلات التي طرأت على قانون البيئة، وكيف كان التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل بروز هذا القانون؟ نعم. القانون مثل ما تفضلت أهميته في ما يتعلق باستحداث القانون بناء على الأحكام المطورة لتأكيد توجه الدولة أول شيء. نعم. إلى 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 قانون البيئة وحماية البيئة. أيضا المقارنة بين التشريع بين دول مجلس التعاون، إحنا أيضا يعني ملزمين كاتفاقيات، وأيضا يعني أنظمة نتعامل معها مع الدول الثانية، لابد أن أيضا البروتوكولات وأيضا الأنظمة اللي وافقنا عليها. استحداث القانون الجديد الخاص بالتصرف المخالفات البيئية أيضا، والتعويض عن الأضرار أيضا، وتحقيق الجانب الإيجابي في والصحي بالنسبة للناس بشكل عام في البيئة، هذه جات الأهمية. بالنسبة للشطر الثاني من السؤال، قضية التعاون، التعاون كان جدا كبير بين الجانب التشريعي وأيضا الجانب التنفيذي. كان هناك تقريبا 10 اجتماعات مع المجلس الأعلى للبيئة، نشكرهم على جهودهم أيضا حضورهم. وأيضا هناك كان 21 من المرئيات اللي أخذناها من الجهات الحكومية، وكان التعاون كبير لآخر درجة. وأيضا يعني وصلنا إلى قناعة في النهاية بعد قراءة مرئيات 21 مؤسسة حكومية وأيضا المجلس الأعلى للبيئة، وصلنا إلى توافق أن هذا القانون لا يكون فيه أي ثغرة، على أساس أنه يكون متكامل وشامل لجميع أنواع الحمايات الموجودة للبيئة. سعادتنا، بجهودكم واضحة، ونتمنى لكم أكيد كل التوفيق. سعادة النائب عبد الرزاق حطاب عضو مجلس النواب، كنت معنا ضيفا كريما في مركز الأخبار. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لكم.